شهد حدثين ذات دلالة خلال الأسبوعين الماضيين، فقد فازت كل من الجامعتين بالمرتبة الأولى في مسابقة إيماجين كاب لمايكروسوفت. النجاح فاز فريق طلاب منها بالمركز الأول في مسار معين، وخضوري فاز فيها فريق بالمركز الأول في مسار آخر. فنبارك لطلبي هذا الفوز. أيضا النجاح وخضوري معا مثلتا فلسطين في مسابقة دولية في جامعة نيويورك أبو ظبي قبل حوالي أسبوعين، وفاز الفريق معا بالمرتبة الثانية على مستوى 20 دولة شاركت في هذا اللقاء. هناك دلالة عميقة لهذه التوأمة والشراكة بين الجامعتين بالذات المجال الريادي والابتكار. فمبروك لطلبة حضوري وطلبة النجاح الوطنية وللأساتذة اللي رعوا هذه المسيرة. تكتسب احتفالية اليوم العالمي للمياه لهذا العام بأهمية خاصة لكونها تتم بين جامعة النجاح الوطنية وجامعة فلسطين التقنية خضوري، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، والتي كان لها إسهامات حيوية في دعم مشاريع المياه على كافة المستويات. أشكر الزملاء في اللجنة التحضيرية المشتركة على الجهود الحثيثة التي بذلوها لإنجاح هذا الحدث، متمنيا وآملا أن يحمل المستقبل فرصا أخرى للتعاون والعمل المشترك بين الجامعتين الشقيقتين. لقد غدا يوم المياه العالمي منذ انطلاقه قبل حوالي ربع قرن مناسبة سنوية مميزة تذكر العالم بأسره بأن الماء كان ولم يزل أساس الحياة على هذا الكوكب، وشرطا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعمادا لصحة وعافية الفرد والمجتمعات في مختلف أنحاء المعمورة. يتم من خلال هذا اليوم تسليط الضوء على أحد المواضيع الهامة المرتبطة بالمياه. إن جامعة النجاح تعمل وباستمرار على مواكبة التطورات العلمية والمستجدات المحلية والعالمية، وتسعى بشكل دائم لتسهيل التحصيل العلمي المتميز، وتبذل جهودا حثيثة لتطوير برامج أكاديمية جديدة لتحقيق هذه الغاية، وتجسيدا لرؤية كل من جامعة النجاح الوطنية وجامعة فلسطين التقنية في المساهمة الفاعلة في تقدم البحث العلمي على المستوى المحلي والعالمي، وتلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتقنية، والمساهمة في إثراء المعرفة البشرية. فإن هذه الورشة العلمية تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المياه العالمي الذي جاء في هذا العام تحت عنوان الماء والوظائف. إن واقع الوضع المائي في فلسطين لا يخفى على أحد فينا، حيث السيطرة الإسرائيلية شبه الكاملة على مواردنا المائية، فهم يستغلون ما نسبته 86% من مواردنا المائية المتاحة. ومع ازدياد نشاطات الإنسان المتنوعة بما فيها الزيادة السكانية المتسارعة وأنشطة الصناعة والزراعة وغيرها، يزداد الوضع سوءاً وتعقيداً وصولاً إلى واقع مائي لا نحسد عليه. إن إدارة أزمة قطاع المياه في فلسطين أمر في غاية الأهمية، حيث يشكل غياب الحل العادل للحقوق المائية أزمة حقيقية كبيرة في مختلف محافظات الوطن، مما يتطلب منا جميعاً اتباع إدارة فاعلة ومتكاملة من الأفراد والأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، لنصل إلى حقوقنا المائية بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية. ومن إيماننا بالدور التكاملي مع الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص، وانطلاقاً من التعاون والروح الجماعية في العمل من أجل توفير مصادر مائية سليمة وآمنة
تفي بحاجة الأجيال الحالية والمستقبلية. فإننا في جامعة النجاح الوطنية نبذل كل ما نستطيع من أجل مد سوق العمل بخريجين مؤهلين للعمل على إدارة مناحي قطاع المياه والموضوعات البيئية ذات العلاقة. فلو لم يكن الماء موجوداً لوجدت وجه الحياة مفراً جاحباً مخبراً. لولا الماء يا سناء لما داع قلبك منظر عصفور يلتقط القطرات من جانب النبع وما يلتقط الحظ. صحيح يا سناء أنا صغيرة لكن قطرة وقطرة تجري نهرها يفيد يحمل بشرة. فأنا أحول الصحراء الجرداء إلى واحدة غناء وأنا من يرسم على شفاه السماء لوحة الحياة. حينما تسقط القطرات قطرة تلو الأخرى فتبتسم الأرض لها وتلتقفها بكل حب وتحنان لتمتزج بذراتها وحباتها لتمعلنا عن قريب بان هناك زرع جديد يبشر بالحياة. فهل عرفت قيمة الآن يا سناء؟ نعم يا صديقتي الغالية فأنت أصل الحياة. ولكن هل ستسامحينني؟ وهل يملك الماء نبع صفائي إلا أن يسامح ويغسل أطران الحياة؟ وأنا أعدك أن أتعامل معك بلطف واحترام واقتصاد وتدبير وسأحمل شعارا لكل الأجيال لا لا تسرف بالماء. صحيح اليوم نحتفل بيوم المياه العالمي، هذا يوم كل العالم يحتفل فيه تحت عنوان واحد كل عام. من 23 سنة بدأت هذه، الهدف منها أنه تركيز على مواضيع هامة فيما يتعلق بالمياه. فالسنة كان التركيز على موضوع المياه والوظائف، بحيث أنه تحت شعار مياه أفضل وظائف أفضل، من أجل الحصول على جودة مياه أفضل وتحسين مستوى الوظائف. هناك كثير من العاملين في مجال المياه ليس لديهم تأمين، ليس لديهم أي أدنى الأمور المتعلقة بالحقوق في أنحاء مختلفة من العالم. بالإضافة إلى ذلك أنه هناك مهارات معينة وشروط معينة لهذه الوظائف لازم يكتسبها، تعطيه بالعكس بعد آخر. فاليوم رح نلتقي في عدة ورشات عمل، في عدة لقاءات وجلسات مختلفة. الجلسة الأولى ستتحدث عن البرامج الأكاديمية اللي تخرج من يعمل بالمياه والزراعة والمواضيع المرتبطة. في المقابل الجلسة الثانية ستتحدث عن بعض الوظائف في فلسطين المتعلقة بالمياه، والجلسة الثالثة عندها راح تكون حول محطات التنقية والاستفادة من محطات التنقية في خلق فرص عمل. ايضا سيكون في النهايه توصيات، سنحاول جمع اكبر عدد، اليوم نجمع اكبر عدد من الخبراء في فلسطين في هذا المجال من كل المؤسسات، من وزاره الزراعه وسلطه المياه
جودة البيئة، البلديات، كل من له علاقة بالمياه لحتى نخرج بتشريع ونظام. يعني مش رح نخرج بالتشريع اليوم أكيد، لكن اليوم البداية بحيث أنه نضع خطوط عريضة للتشريعات والأنظمة والقوانين الحاكمة لاستخدام المياه والحاكمة بالذات بالنسبة للمياه مخرج محطات التنقية. دور الجي اي زد في دعم ورشات مثل هذه الورشات، ان نحن نقدم الدعم لإقامة هذه الورشات ونعمل على رفده بكل ما يحتاجونه حتى تنجح هذه الورشات. ورشة الاحتفال بيوم المياه العالمي هي منفذة من قبل وزارة، عفوا من قبل جامعة فلسطين التقنية ومن قبل جامعة النجاح، ويعمل عملوا بالشراكة مع بعض مع مقدمي خدمات المياه لإخراج ورشة العمل هذه. ودور الجي اي زد هو تقديم الدعم الفني وبعض الدعم المالي لإنجاح هذه الورشة.